فشكرا جزيلا لكم عن ما يخالج النفس من مشاعر متباينة، إنها مزيج من الفرح والأسى. نعم، فرح لهذا الحضور الكريم الذي زادني شرفا بمجيئه ومشاركته في الحفل التكريمي، وفرح ولله الحمد قد أنهيت مساري المهني بسلام وأمان. أما الأسى فسببه مغادرة هذه المؤسسة، المؤسسة العزيزة الغالية، والتي سأظل وفية لها ومعتزة بالانتماء إليها. كيف لا؟ وقد قضيت فيها 35 سنة، جمعتني بأخوات وإخوة كرام أعزاء، تقاسمنا فيها أفراحنا وإخوان كرام أفراحنا وأحزاننا وتجاربنا وخبراتنا في جو مفعم بالتقدير والاحترام المتبادل. وبهذه المناسبة أتمنى أن أكون قد تركت بصمة طيبة لديكم، وأن أكون قد وفقت في القيام بما جئت من أجله، وأن أكون قد أحسنت معاملتكم جميعا وبدون استثناء. ومعذرة إن كنت قد أسأت لأحدكم فليسامحني، وإن قصرت مع أحدكم فليعذر تقصيري، واحملوا لي في قلوبكم كل ما هو طيب. كما لا يفوتني الترحم على إخوة عملت معهم غادرون إلى دار البقاء، عليهم جميعا مغفرة ورضوانا من الله تعالى. وفي الختام أجدد شكري لكل من ساهم وحضر هذا الحفل البهيج الذي سيظل له الآثار البالغة في نفسي، راجية من العلي القدير أن يوفقكم في أعمالكم ويسعدكم وذويكم، وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لطيور